للمزيد مشاهدينا الكرام ينضم معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ علاء الرماوي. أستاذ علاء، بداية مرحبا بك. يعني هناك دعوة من القوى الفلسطينية إلى التصعيد وتوسيع نطاق التظاهرات الحاشدة ضد القرار الأمريكي، إلى أي مدى ترى أن هذه الدعوات ربما تجد صدى إيجابيا في الأوساط الجماهيرية؟ أستاذ علاء، هل تسمعوني؟ أنا لم أسمع السؤال، عفوا. أستاذ علاء، يعني دعوة القوى الفلسطينية إلى التصعيد ومظاهرات حاشدة ضد القرار الأمريكي، إلى أي مدى ترى أن هذه الدعوات ستجد صداها بشكل أكبر في الأوساط الجماهيرية؟ إذا كنت سمعت السؤال جيدا، الدعوات ما زالت يعني تأتي تترى من القوى الوطنية والإسلامية، وإن خفت حدة المشاركة بعض الفصائل كحركة فتح على سبيل المثال على الأرض، هذا الوضع يعني قد ينذر بعملية قد تفضي إلى تهدئة الأمور على الأقل أو تراجع حدتها على الأرض. هذا بسبب الإرباك على مستوى البرنامج السياسي الذي تقدم السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس. لا هو يريد أن تبقى الحالة السياسية كما هي، ولا يسعى لتغيير قواعد اللعبة، لا يسعى، هو يسعى لإعادة الاعتبار لحركة الشارع، لكن دون أن تكون هناك مشاركة من حركة فتح، لحالة من إعادة الاعتبار لقوة الحراك المجتمع الشعبي، وفتح لا تشارك، وكأنك تريد الشيء وعدمه في آن واحد، وهذا لا يستقيم في عالم السياسة وفي معطيات التحليل. لذلك نحن نرى الحالة مرتبكة بشكل كبير، أداء السلطة الفلسطينية يضع الحالة الفلسطينية بحالة ارتباك برغم تسجيل نجاح في الأمم المتحدة. هذا لا يعني أن هناك سقفا سياسيا قد ارتفع وأن منهجية قد تغيرت، وإنما للأسف نسير بذات الإيقاع وذات المنهجية، وهذا يعطي بأننا نسير من أزمة إلى أزمة ومن مشكلة إلى مشكلة. ما لدينا من معلومات، وهذا بات يتسرب بشكل واضح، أن هناك بعض الأطراف العربية وجزء منها أوروبي قد تحدث لحركة حماس بشكل واضح بأن ترامب يسعى الآن بشكل غير مسبوق لإعادة ترتيب أوراق الاحتلال في الأراضي الفلسطينية عبر الاعتراف بيهودية الدولة، وهذا يعني أننا سنعيد الاعتبار لمجزرة قد تحدث باتجاه أهلنا الفلسطينيين في 48. بناء على ذلك، كما هو حاصل الآن ترانسفير كبير يجري للفلسطينيين في القدس، قد يعاد تركيب الصورة والانقضاض على 2.5 مليون تقريبا في الأراضي المحتلة عام 48، عدا عن الاستيطان المستفحل في الضفة الغربية والحصار القائم في قطاع غزة. السؤال المركزي الذي سألت، الإرباك وما قدموا التقرير من تساؤل، الإرباك في المساحة السياسية الرسمية هدفه بأن القيادة للأسف الحالية في السلطة الفلسطينية بعد لم تستوعب بأن المسار السياسي المأزوم الذي انتهج منذ أوسلو حتى الساعة قد نوعية، وللأسف هناك من يحاول التمسك به برغم فقدان الراعي له وبرغم إعلان الاحتلال رسميا وفاته وبرغم الإجراءات التي تنعكس على الأراضي الفلسطينية والتي معناها وخلاصتها بأن الواقع الفلسطيني ضمن هذه الرؤية السياسية سينحر القضية الفلسطينية وسيعيد الاعتبار لقوة احتلال يمارس على الأرض العربية. هل تسمعني الآن بشكل جيد؟ نعم، الآن أسمعك. مع كل هذه الانتهاكات التي ترتكب، يعني هناك دعوة من الرئيس عباس لاتخاذ روسيا بديلا عن الولايات المتحدة، إلى أي مدى ترى أن روسيا يمكن أن تضغط في هذا الاتجاه لوضع حد للانتهاكات التي ترتكب؟ فعلينا أن نعترف اعترافا مهما حتى تتضح قراءة أي تصور حول أي دور آخر للإدارة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية. الولايات المتحدة تدرك، وتدرك إسرائيل أيضا، بأنهما إسرائيل الكيان هنا بين قوسين، يدركان بأنهما الغطاء المتمم لبعضهما، وبناء على ذلك هم لا يفتكان ولا يحاول الكيان الصهيوني أن يبحث عن وسيط أيا كان شكله ونوعه ودعمه للكيان، وبناء على ذلك يتبقي هذا الملف في يد الولايات المتحدة. القضية الثانية، الروس بكل ما يعني ما أحرزوه هنا في الشرق على الملف السوري، لكن هذا الواقع لم يؤهلهم ليصبح الراعي الرئيس الذي يستجلب الأطراف لتكون روسيا هي الوسيط الحالي في عملية سياسية. لا الكيان يقبل ولا الولايات المتحدة تقبل، والطرف الفلسطيني في هذه النقطة أضعف. البعد الثاني وهو الأهم، بأن الروس كانوا قد جربوا قبل 6 أشهر لعب دور في هذا الملف، ودعوا الرئيس محمود عباس، أبو مازن، ونتنياهو رد عليهم بالقدم اليسرى وبشكل فج بأن
الوحيد القادر للحديث عن عملية سياسية هي الولايات المتحدة، بمعنى أنه الروس لا يمتلكون أوراقا للضغط على الكيان كما هي الولايات المتحدة، والروس لا يلعبون في المساحة التي تغلقها الولايات المتحدة بشكل مطلق، وإنما يتسللون في الملاعب الفارغة من قوة وهيمنة الولايات المتحدة، كما جرى على الأقل في ملف العراق، عفوا في ملف سوريا على الآن، وبعض أطراف العراق في هذه المرحلة. أجل ذلك وحتى في الجانب يعني حاولت مصر الانقلاب، مصر السيلي، أن تلعب في هذا الجزئية من خلال بعض العلاقات مع الروس، لكن فهم السيسي بأن مساحة اللعب هي للأمريكان والأمريكان فقط. إذن عندما نتحدث عن السياسة الروسية لا تشكل هذه السياسة بعدا مهما في قراءة مشهد يمكن أن يعطي يعني قدرة لتحرك سياسي على الأرض في الملف الفلسطيني. طيب. ماذا ينتظر الفلسطينيون أستاذ علاء من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تحدث عن أن هناك خطوات سوف يقوم باتخاذها مع قوى دولية بشأن قضية القدس؟ يعني عندما نتحدث عن الدور الفلسطيني هنا علينا أن ننتبه لفلسطينيون بأصناف ثلاث. الفلسطيني الرسمي والشعبي هو يحاول أن يرفع السقف من خلال انتفاضة كما حدث في انتفاضة القدس، لكن تستجلب أن يكون هناك موقفا سياسيا حقيقيا. الفصائل الفلسطينية بوزن حركة حماس والجهاد الإسلامي هي تسعى لترتيب أوراقها على قاعدة المقاومة وتغيير رؤيتها من ضمن هذه الرؤية، ولكن للأسف حتى الساعة هذا الخيار هو محاصر بالقرار العربي من قبل النظام السيسي، نظام الانقلاب، ويحاصر أيضا الخيارات والاتفاقيات السياسية التي تقودها السلطة الفلسطينية هنا في رام الله. على سعيد السلطة الفلسطينية في رام الله هناك مشكلة وأزمة حقيقية في إدارة المطبخ السياسي لدى السلطة. هي لا تريد أن تعيد الاعتبار لحركة مقاومة على الأرض لأنها تخشى هذا الصنف من المقاومة بتعريفها، وهو ينافي الاتفاقيات اللي وقعت عليها بحسب رأيها. النقطة الثانية هي لا تسعى للانقلاب على الاتفاقيات التي انقلب عليها الاحتلال، لأنه خيار ذلك أن يذهب الشعب الفلسطيني لوقف العلاقة مع الاحتلال، مما سيؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، والتي للأسف تقوم بدورا خدماتي للشعب الفلسطيني، لكن تقوم بدور أمني بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل الاحتلال الصهيوني. المعضلة الثالثة لدى السلطة الفلسطينية أنه لم يعد لدينا قيادات قادرة على حمل مشروع قد يتسبب مقابل دفع ثمن هنا لدى القيادة الفلسطينية، بمعنى أنه القيادة القائمة الآن هي ترى بأنه النوع الممكن في إدارة العلاقة مع الاحتلال هو الضغط الدبلوماسي. الضغط الدبلوماسي لا يحقق حالة تغيير في الواقع الفلسطيني، لأنه أنت تأخذ كرسي في الأمم المتحدة، الاحتلال هنا يبني مستوطنة. أنت تأخذ اعترافا دوليا، هنا يهدمون في المسجد الأقصى أو في محيطه أو يهودون في مدينة القدس. بمعنى نحن نحرز بعض التقدم على المساحة المعنوية، والاحتلال يحقق مساحات من الانتصار في الجبهة الحقيقية. وبناء على ذلك هذا المأزق حتى الساعة لم يتبلور رأي لدى السلطة الفلسطينية لتغير قواعد العمل والمواجهة في مواجهة هذا المشروع الصهيوني المدمر. شكرا لك أستاذ علاء الرماوي المحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا من الضفة الغربية.